ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية خلال الأسابيع الثلاثة للحملة الانتخابية أو بالأحرى الركائز التي سيتكئ عليها الفاعلون والأشخاص المشاركون في هذا الموعد. المعنيون بالميثاق هم أعضاء وفروع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المترشحون والأحزاب السياسية المشاركة، مسؤولو مختلف وسائل الإعلام والمتدخلين التابعين لها. أعضاء السلطات الوطنية المستقلة للانتخابات ملزمون حسب الميثاق باحترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين، ضمان حماية المعطيات الشخصية بالناخبين والمترشحين، تمكين ممثلي المترشحين من التوفر على مختلف المحاضر، إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت بإنصاف، وتوزيع الحيز الزمني للتدخلات الإعلامية للمترشحين بعدل. من جهتهم المترشحون والأحزاب السياسية المشاركة ملزمون بالحرص على الإدلاء بتصريحات واقعية وعدم الشتم تجاه أي مترشح آخر لفظيا أو كتابيا، احترام برنامج تجمعات الحملة الانتخابية، حظر استعمال أماكن العبادة والمؤسسات الرسمية للدعاية الانتخابية، وعدم استخدام لغة أجنبية خلال فترة الحملة الانتخابية. في المقابل تلتزم مختلف وسائل الإعلام الوطنية بإعلام الناخبين بحقوقهم وتواريخ تسجيل الطعون وبرامج المترشحين، ضمنوا تغطية شاملة ومتوازنة خلال مراحل العملية الانتخابية، ضمنوا الحق الرد للمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة، احترام فترة الصمت الانتخابية وعدم نشر أو بث أي صبر للآراء حول نوايا الناخبين في التصويت. 21 يوما تنتظر الفاعلين بهذا الموعد الهام يخطونها بدءا من 17 نوفمبر بأخلاقة والتزام.